السلام عليكم اصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد البدايه ديال الاسبوع اخوتي. اكتشفنا امطار غزيره خاص طنجه. لعليكم هو تبعوا هذا الفيديو من البدايه حتى النهايه، اشتركوا في القناه ديالي، تفعل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد، وغادي نكتشفوا لكم امطار غزيره خاص طنجه. كما كتشوفوا هذا الرمبا، اللهم بارك تبارك الله، اللهم بارك. كما كتشوفوا ها، شوفوا امطار غزيره، ها امطار غزيره خاص في طنجه. شوفوا تبارك الله، اللهم بارك، الخير الخير والبركه. شوف تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. اذا امطار غزيره باقي مستمره، بعد ساعات غادي تنزل امطار غزيره، وفي نفس الوقت غادي نصور لكم الاوديه. حاولنا باش نشاركوا معكم هذا المكان الرائع جدا، وكما كتشوفوا معنا الارض تبارك الله، شوفوا الارض تبارك الله، شوف شوف. اذا امطار غزيره نزلت، اللهم بارك تبارك الله، شوفوا تبارك الله. اذا هذه الامطار غزيره نزلت اليوم خاص ابتداء من الصباح، وفي نفس الوقت باقي مستمره هذه الامطار ديال الخير. والطنجة مزيونة، اللهم بارك. كما كتشوفوا نوريكم بلاصة أخرى، ها هي ها هي، اللهم بارك. شوفوا إذن الشجر اللي كيعجبوا بزاف، ها هما هاد الشجر كيعجبوا بزاف. إذن نتمنى الإعجاب ديالكم، الإشتراك في القناة، تفعيل الجرس باش توصلوا أي جديد. إذن حاليا مستمرين، وغادي نحاولوا نشاركوا معكم ما أفضل إن شاء الله. اذا الشتره باقي مستمره كتنزل، ها بزاف بحال البوبوش كيف كتشوفوا تبارك الله، اللهم بارك. اذا امطار غزيره، شوف شوف الخير والبركه، النعمه ديال سيدي ربي. شوفوا تبارك الله، شوفوا الربيع، امطار غزيره خاص اليوم في طنجه، اللهم بارك. شوفوا حاليا باقي كتنزل، ها ما تخيلوش اشحال زوين الجو خاص في طنجة، الله بارك تبارك الله تبارك الله على هذه المدينة الرائعة جدا. شوفوا 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 الربيع تبارك الله، شحال من واحد تمنى غير يشوفوا وما لقاش. شوفوا الخير والبركة، الخيرات تبارك الله في طنجة. ها الشجر اللي كيعجبوا بزاف، ها هما دابا الشجر كيحماق عليهم بزاف. شوفوا تبارك الله، شوف امطار غزيرة، ها شوف الماء ديال الشتا كيدير، الماء ديال الشتا باين، وهاد البلاصه كلها طبيعه، اللهم بارك. الله 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 على هذا الخير اللي رائع جدا، عجبني عجبني عجبني، تعجبني طنجه، طنجه تعجب بزاف، يحمق عليها بزاف، بزاف يحمق على طنجه، مدينه رائعه جدا كما كتشوفوا، رقا بزاف اللي بغا. بزاف ها كيتمشى بوحدو يبدا يصور بوحدو، ها انتوما خاوية طنجة، يبدا. إذا نتمنى إن شاء الله يكون خير، وفي نفس الوقت الأمطار غزيرة باقي مستمرة. خرجت باش نصور لكم الأجواء ديال أمطار غزيرة، وحاليا غادي نمشي نقلبوا على الواد نصوروا لكم بعض الأودية خاص في طنجة. إذا حنا كنديروا مجهودات ديالنا باش نصوروا لكم المزيد ديال امطار غزيره، وفي نفس الوقت الشتاء باقي مستمر. اليوم الهدوء، الجو هادي، شوفوا تبارك الله، شوف شوف شوف، هنا كاين الواد، هنا كاين الواد اخوتي، هنا اتجاه كاين الواد، اللهم بارك تبارك الله تبارك الله تبارك الله، اللهم بارك. زيد لينا سيدي ربي، زيد لينا امطار غزيره. ها التيتيس، ها التيتيس ديال طنجه بزاف، يشوف غير التيتيس صافي، هاد غايب السي زوت تو دي تريب السي صافي، انت انا كايزر كايزر المليح صافي، هك 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 هك، ياك لاباس ما تزريسا، ياك لاباس اودي صافي. الحب الحب يغير غير الحب، في الخاطر في الخاطر، عرفتي راك كسو لي زرو خلو النهار، راك كسو لي زري غير في الخاطر، راك كسو لي زري. التيتيز ديال طنجة افضل، اللهم بارك. اذا هاد البلاصه فاش كاين الواد، غادي نحاولوا نصوروا لكم الواد هنا. اذا نتمنى ان شاء الله يكون خير، هادشي كنتمناو. امطار غزيره باقي مستمره، باقي مستمره، كاين الواد هنا، هنا كاين الواد،
كاين الواد هنا، ولكن غنمشيو للبلاصه حيت هنا صعب صعب جدا تصور الواد. هنا كيكون صعب. ايوا كما كتشوفوا امطار غزيره، حاولنا باش نصور لكم هذه البلاصه، ديجا صورنا فيها وحاولنا عاوتاني نصوروا فيها. شوفوا تبارك الله السماء، اللهم بارك، تبارك الله تبارك الله. ايوا خرجت باش نصور لكم امطار غزيره وفي نفس الوقت نفوجوا، هادشي زوين وزوين تبارك الله. في نفس الوقت انسان يخرج يبارطاجي معكم امطار غزيره وفي نفس الوقت يفوج ويتبتع. الخير والبركه هذه. شحال من واحد تمنى يخرج مسكين وما لقاش، شحال من واحد تمنى يجي لطنجه وما عندوش الفلوس مسكين. كاينين كاع بعض الناس ما عمرهم جاوا لطنجه، مغاربه وما عمرهم جاوا لطنجه، ما عندهمش الفلوس مساكن. اذا الحمد لله بعد النعمه اللي حطانا سيدي ربي، بزاف من سيدي ربي هو اللي حطاه، ونتمنى ان شاء الله يزيد لي سيدي ربي بهذا النجاح ديالو، وان شاء الله بحول الله. وفي نفس الوقت دائما حنا نقدموا المجهودات ديالنا والكمال عند الله، حيت ربي هو اللي كيحطي ماشي البشر. البشر ما عنده ما يحطيك وما عنده ما يحيد لك ابدا، ربي هو اللي كيحطي وربي هو اللي كيحيد. كل واحد على نيته، كل واحد التعامل ديالو الا كانت النيه ديالو صافيه راه غادي ينجح، الا ما فيه النيه عمرو ينجح، الا كان محسد عمرو يقفرها ابدا، غيبقى ديما الله. تماما، هذه معلومه حقيقيه ديوان من عندي، النيه وما تكونش بحسد غادي تنجح اي حاجه درتيها غادي تنجح. هذا بزاف نشوفوا بزاف كي كان 2018 كي كان كي ولا 2022 و2023 سبحان الله كلشي ديال الله. شكون قال بانه بزاف غادي يوصل هذا الشيء؟ ولا حد. في البدايه ترى براد هذاك، قلت انا نوصلها بالله، ترى نوصل 1000 مشتري. وصلنا 100 كا، وصلنا الدرع، ضربنا الملايين ديال المشاهدات، اللهم بارك. كلشي بالنيه ديال بزاف، ونيته صافيه مسكين. يا معقول هو يبغي الخير، دائما يحب الخير. ربي اللي حطى هذيك الهدايات. ايوا كما كتشوفوا اخيرا وصلنا الواد، ها هو الواد. هاد البلاصه غادي نحاولوا نشاركوا معكم هاد الواد، غنديروا لكم فيديو خاص ديال هاد الواد الرائع جدا. ايوا اشتركوا في القناه ديالي، تفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد، ونتمنى نقدم لكم ما افضل ان شاء الله بحول الله. طنجة عروسة الشمال المغرب.